نسبة النجاح يعني بالنسبة للعلوم الرياضية 100% بما يخص 100% زائد 100% في المونسيون. بالنسبة للعلوم الفيزيائية عندنا مستدركة وحدة يعني ما ساعفاش الحظ وما تبقى كلهم ناجحين يعني كاين عندنا نسب يعني تقريبا واحد جايه لواحد 75 حتى 80% ديال النسب يعني في العلوم الفيزيائيه فيما يخص الميزه. كاين تلميذه وحده اننا المدرسه كلها مفتوحه لها باساتذتها بكل ما اوتينا من قوه وانا عندي اليقين علاش لان هي تلميذه يعني ما كناش متوقعين انها كان ممكن تحصل على ميزه ماشي الا ان تصب ولكن ارتبكت في الامتحان وشاء ما شاء قدر يعني بالنسبه لها واظن انني عندي اليقين 100% انها يا اما في التصحيح ديال عطيني التصحيح تقدر تتراتربي في التصحيح ديال الفروض ديالها او انها في الدور الثاني غتجيبها وربما تجيبها حتى بمونسيون ان شاء الله. بالنسبه للسيد برا مؤسس والمدير العام يعني بالنسبه للتلاميذ المتفوقين ان المؤسسه هي يعني تتحمل يعني مواكبه التلاميذ ويعني متابعه ديالهم في التسيير ديالهم في الدراسه ديالهم ديال التميز حتى التخرج. يسرى الراجي شعبه علوم رياضيه خيار فرنسيه علوم رياضيه الف جبت 18.68 في الامتحان الوطني و 18.51 في المعدل العام. اولا واحد لو ريزلت اللي ما كنتش انا متوقعه ولكن فاش شفت الاطر الاداريه ووالديا والاساتذه ديالي فخورين بيا وكيشوفوا باللي هذاك الجهد كامل اللي داروا معنا كانت الثمره ديالو هو هذا الشيء فرحت بزاف. ان شاء الله لي كلاس بريبا ان شاء الله عندكم فرصه ثانيه باش تعاودوا تداركوا هاد لوبستاك اللي جاكم في الطريق وان شاء الله مع شويه الخدمه غادي ان شاء الله تنجحوا بمويان اللي تقدر تاهلكم ديروا ما بغيتوا من بعد. معاد زروق شعبه علوم رياضيه جبت الحمد لله 17.41 معدل عام. الحمد لله كنت محظوظ لانني كنت في هذا القسم لانه كان مثالي ان شاء الله الى كتاب نديروا ديال التميز ديال فينكرير لا لي كلاس ان شاء الله.